اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناه رزه تشانل وفيديو جديد عن مسلسل يشيل شام او الستينات. وقبل ما نبدا احط لايك للفيديو سبسكرايب للتشانل، عايزين نوصل للقناه 2000 سبسكرايب قبل نهايه السنه، فعل جرس الاشعارات عشان يوصل لكل فيديو جديد بنزله على القناه. ويلا بينا نبدا مسلسل جديد جدا سيعرض على منصة النت بلو تي في، والمسلسل هيكون بعنوان يشيل شام او الستينات. قصته انه هيركز على فترة الافلام السينمائية القديمة، وهيدور الاحداث عن منتج افلام في الستينات. والمسلسل هيتكون من 3 مواسم، وكل موسم 10 حلقات فقط على منصة بلو تي في، وهيكون من كتابة ليفان شانتك كاتب مسلسل حلقة، وفولكان سميل كاتب مسلسل في الداخل، ومن اخراج شاغين ارماك. وهيبدأ تصوير المسلسل بعد شهرين، يعني ممكن يبدأ على شهر فبراير 2021. وأبطاله جاتاي أولسوي، ومن أعماله السابقة في الداخل. وخبر غريب عنه إن هو بيطالب بأجر 250,000 ليرة على كل حلقة في المسلسل هتعرض على منصة بلو تي في، مع إنه في مسلسل المحافظ اللي كان بيتعرض على نتفليكس كان أجره في الحلقة 150,000 ليرة، يعني تقريبا 118,000 ريال سعودي. في رأيي هيبقى مبالغ فيه شوية الرقم، لأنه بيطلب 250,000 ليرة في منصة تركية، بعكس إن هو في منصة نتفليكس الأمريكية كان طالب 150,000 ليرة، يعني زيادة 100,000 ليرة كاملين. أتوقع ان هم هيوافقوا ان هو ممثل شاطر ومحبوب ومسلسلاته دايما بتنجح، لكن هو مبالغ شوية في الرقم اللي طلبه. ايضا من بطولة الممثلة افرا ساريتش اغلو، من اعمالها السابقة المعلم، وهتكون شريكة شتاي اولسوي في المسلسل. وسلين شيكيرجي، من اعمالها السابقة حب في العلية، وهتجسد دور مهم وقادر هتغني في المسلسل بصوتها. ايضا الممثلة جونجور بلايك، ممثلة مشهورة قديما في تركيا، واخر اعمالها كان مسلسل الشاب، وانتقلت الى فرنسا وعاشت هناك، وعلى ما جالها الدور عرفت ان هو هيمثل الستينات وافقت على طول ورجعت تركيا. وبيشارك في العمل يتكن دا بكنجلار، ومن أعماله السابقة بهتار ألماز، وإيتا سوزاي مطربة مشهورة. والشركة بتتقابل مع ممثل ريدا كوجار أغلو، من أجل أن ينضم لمسلسل الستينات لسه موافقش أو رفض، لأنه مسلسل نت ممكن يصوره جنب مسلسل الحفرة أو ينسحب رسميا عن مسلسل الحفرة، لسه مش عارفين قراره أكيد ولا لأ وهيعمل إيه. ايضا شتاي اولسوي قام بمتابعه فرح زينب عبد الله على الانستجرام، وفرح هي من الممثلات المفضله للمخرج عمل مسلسل الستينات. وكمان شتاي وفرح ممثلين لمديرين اعمال مختلفين، فغريبة ان هم عملوا الفولو لبعض في الوقت ده. والفانز بيرجح انها هتكون البطلة الثالثة في المسلسل، يعني هيكون افرا وسلين وفرح 3 سيدات بطلات بجانب شتاي اولسوي، لكن لسه مفيش اي قرار اكيد ان فرح هتنضم للمسلسل او لا. بس كده يكون الفيديو خلص، ودي المعلومات اللي قدرت اجمعها لكم عن المسلسل والقصه والابطال. اكتبوا لي في الكومنتات رايكم، لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم. وبس كده يكون الفيديو خلص، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناه. باي باي.